أيام قليلة تفصلنا عن أكبر حدث مليوني في العراق، والذي يتطلب استعداد جميع الدوائر الخدمية والأمنية للمحافظة على أمن وسلامة جميع الوافدين إلى محافظة كربلاء لأداء مراسم زيارة الأربعين. يوم أمس كانت قراءة الخطة الأولى لزيارة الأربعينية، وذلك بحضور سيد قائد عمليات فرات الأوسط اللواء ركن علي الهاشمي، بالإضافة إلى سيد قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي جويني، وبحضور جميع مدراء الدوائر الأمنية، كذلك ممثلي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، أيضا ممثلي الحشد الشعبي. كان هذه القراءة الأولى للخطة، حيث كان تواجد جميع مدراء أقسام الشرطة لتوزيع ضباطهم ومنتسبيهم على المحاور. هذه الخطة شملت جميع دوائر قوى الأمن الداخلي، وذلك بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية، أيضا اشتراك اللواء 16 من الشرطة الاتحادية بتأمين الحدود الإدارية، بالإضافة إلى السطحات المائية مع الشرطة النهرية، بالإضافة إلى تواجد اللواء 33 من قوات الجيش تابعة إلى قيادة العمليات، بالتعاون مع فصائل الحشد الشعبي المرابطة على جميع الحدود الإدارية مدينة كربلاء وخاصة الحدود الغربية. القوات الأمنية وفي وقت مبكر ألقت القبض على مطلوبين للعدالة بعد حصولهم على معلومات تثبت تورطهم بمتاجرة المخدرات داخل المحافظة، وسط إشادة الأهالي بدور السلك الأمني وبطولاته المستمرة. تذكروا أبطال قسم المخدرات في قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة وخلية الصقور ومنتسبيه وضباطه في كربلاء من القيام بعملية خاطفة لمروجي المواد المخدرة في المحافظة، وقاموا بهذه العملية بإلقاء القبض خلال فترة 40 يوم. هذه العملية الناس اللي ألقينا القبض عليها هم التجار الرئيسيين والموزعين الرئيسيين، وحقيقة من أول خطوة بدينا بها ولحد الساعة الرابعة فجرا ليوم أمس كان السيد وزير الداخلية المحترم هو بتواصل معي لعملية التخطيط والتنفيذ، والسيد محافظ كربلاء المقدس. طبعا نشكر القوات الأمنية، قيادة شرطة كربلاء وقسم مكافحة المخدرات في محافظة كربلاء على إلقائهم القبض على عصابة خطرة لتجارة المخدرات كانت توزع السموم القاتلة على شبابنا. هذه الجهود طبعا يشكرون عليها، ونأمل أن تتكثف هذه الجهود للقضاء على ظاهرة التجارة بالمخدرات. بخطوات استباقية قامت بها القيادات الأمنية في محافظة كربلاء بإلقائها القبض على المطلوبين، واستعداد لاستقبال زيارة الأربعين وسط خطة أمنية مشددة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.